السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شغالين على البي اس 1092 البريطاني، وفي كلام ان هم هيلغوا البي اس 1092 واعتمدوا على الايزو 19650، وده صدر منه حتى الان جزئين، جزء بيتكلم على البيم كونسبت اند برنسبلز، وفي جزء تاني بيتكلم على البيم ديليفري فيسز اوف اسيت. الاتنين دول صدروا في نوفمبر 2018، الجزء التالت هيصدر في 2020، والجزء الخامس هيصدر 2020 برضو. الجزء